كنعاني من هاد الدري مريض، وكنعطيه الدواء وهو ما كيعرفش الدواء، كيخلطو كله، ودابا ما بقاش كنقدر عليه. انا مريضه فيا السكر وكندق لها انسولين، هو كينفعل علينا وكيبقى يغوت ويحيع ويهرس لما يعني ما يخلي ما يدير. ودابا جينا للسبيطار وخرجوا لي الدري، ما عرفتو دابا هاد الدري فين مشى، علاش ما يشدوش ليا ولدي يداويو، علاش ما يداويوش، علاش علاش يخرجوا هاد الدري، فين غيخرجوا، يجي يقصلنا هنايا عذبنا، انا راه معذبين 7 سنين ولا كنعاني مع هاد الدري، رانا مريضه. ابا مروك الملك جابوا با دخلوا خرجوه طلقوه، فين طلقوه الدري، فين مشى، فين عندهم الاوراق ديالنا، خاصنا نعرفوا فين الدري، فين طلقوه. دابا دابا راه دابا جابوا البوليس من الكوميساري، جابوا الدري لهداه للسبيطار، وفي الاخر طلقوه. علاش يطلقوه، علاش دوزتو 28 عام الرس ليه ماشي الخاطر، ولدي مريض، مريض كيعاني، ولدي مريض، مشات الجيره مشات الفاميلا بكلشي كيعرفوا ولدي مريض كيعاني الدري، ماشي هادشي كيديروا بالعاني وش حاجه، ماشي الخاطرو. من دخلوا باه قالت له ودي ندخلي برا ودي ما عندنا ما نديرو ليه، وعلاش دابا هو دري دخل معاه شدوه ودخلوه، وعلاش هذاك خرجوه، فينا هو دابا ما عرفتش الدري فين مشى ليا، ما عرفتش، ما عرفنا دابا غيموت ولا يقتل ولا يتقتل ولا الله اعلم. جابوا جبنا للسبيطار هنايا، جبنا للسبيطار خلاو البوليس مشاو وطلقوا لي الدري زين، قال لي ما عندناش بلاصه ليه، وراه عندهم الاوراق ديالنا، عندهم كلشي تما، والدري شدينا مشى للحبس، شدينا قلبوا هنا، عندهم ملف ديالهم هنا، ملف ديالو هنا عندهم، قال حنا ما عندناش بلاصه فين غنعسوا، كنطلبوا شكون اللي غادي يدير لنا، تغادي يعني غادي يداوي الدري، نخلينا ولا ديال السبيطار. تيقول لك السبيطار، تيقول لك حنا ماشي مسؤولينش حنا بهذا الشيء. قال لي غندير باش يتعالج، ملي جا دخلوا قال لي ما كاينش اللي غنديروا.